صباح الخير عن جديد مشاهدينا. بفقرتنا الأولى وحواريتنا الأولى رح نتفرد فيها بفضاء مختلف مع موضوع جدلي كتير اليوم، والكتير من المهن اندثرت عبر التاريخ وصار محاها الوقت وصارت ماضي، وكل هالشيء أكيد نتيجة التطور التكنولوجي، من مهنة ساعي البريد والكتابة بخط اليد إلى الضرب على الآلة الكاتبة وغيرها كتير من المهن اليوم. أكيد يا عفاف، لهيك اليوم رح نحكي صحيح. أكثر عن مصطلح الذكاء الاصطناعي يلي صار موجود اليوم بالعديد من المجالات المهنية والعلمية، من الطب للصحافة للعديد من المفاهيم التنموية. اليوم كثير من الأقاويل أنه الذكاء الاصطناعي ممكن يهدد مستقبل البشرية، ممكن يحد من إمكانيات البشر، ولكن بعض الأقاويل كمان بتقول أنه لا، ممكن تساهم أكثر بجودة الحياة. لنعرف أكثر مشاهدينا كيف عم بيأثر اليوم الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، شو هي الإيجابيات والسلبيات. بيسعدنا أن يكون ضيفتنا على اليوم الأستاذة شيرين قسومة، اختصاصية بعلم الموارد البشرية. يسعد صباحك. صباحك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يعني اليوم سعيدة، اليوم أول يوم لي باستوديو الإخبارية السورية، وهذا شرف لي الحقيقة. أهلا وسهلا فيك، نورتي. يعني اليوم كمان عم نحكي بموضوع كتير مهم، وصار مصطلح جدا شائع بين البشر على أرض الواقع وحتى على السوشيال ميديا، يعني صار حديث كل للناس. اليوم لأي درجة لازم نحن نأخذ هذا المصطلح على محمل الجد، وممكن نكون شوي بيستدعي الأمر، بعدين رح نحكي إذا لازم نكون حذرين أو في خطورة على حياة البشرية ولا لا. لكن هو الموضوع كتير مهم وكتير جدلي، ولازم ناخده على محمل الجد. نحن لأنه بمنطقتنا متآلمين وعنا يعني تحدياتنا الاقتصادية والسياسية، صرنا شوي بعاد عن شو عم بيصير بالعالم. بس نحن لما اجى الموبايل ما استأذننا وفات على بيوتنا، مع انه فات متأخر عن بقية البلاد، بس بالنهاية مشينا على نفس الترك مع كل الدنيا، وصارت التيتا والجدو يستعملوه، وما عدنا نقدر نتخيل حياتنا حتى بدون واتساب. اذا نتخيل المسج الاولانية ما عدنا نقدر نرجع له. فبالنهاية نحن شو ما كانت تحدياتنا بمنطقتنا العربية، بده يجي وقت ونواجه التحدي الجديد، فلازم ناخده بشكل جدي. الذكاء الاصطناعي هو ما بيعتبر هلأ حاليا هو التغيير الأكبر اللي جاي على وجه البشرية. يعني عم بيقارنوه بلما اكتشف الإنسان تصور النار، أو بنظرية أينشتاين تبع النسبية. يعني شيء مهم كتير وحيغير وجه التاريخ، وأول شيء رح يتغير هي مثل ما قلتي القوى العاملة. كثير أنواع من المهن رح تندثر، وحيخلق وظائف جديدة، وحيتغير كثير حتى طريقة التعليم وكيف تحصلي على المعلومة. فيمكن حتى الطرق الأكاديمية التقليدية اللي كنا متعودين عليها أنه هي الأمان، أنه يكون معنا شهادة فبالتالي هي اللي بتأمن لنا فرصة عمل للمستقبل، حتى هذا الأمان التعليمي رح يتغير طريقة تعاطينا معه. فبدنا ناخذها بشكل كتير جدي، ونحن موجودين اليوم لنضوي عليها، لنشرح لهالشباب والصبايا يلي هلأ بدهم يفوتوا على سوق العمل أكيد. أو يختاروا نوع من أنواع الدراسات اللي بتحضرهم لمهنة بالمستقبل، كيف يفكروا للمستقبل. اليوم استاذ كثير من المهن اندثرت عبر التاريخ واختفت، ونحن اليوم عم نعيش بعصر الرقمنه، عصر التطور التكنولوجي، عم نحكي عن الذكاء الاصطناعي. خلينا نوضح للمشاهدين شو هي المهن يلي ممكن اليوم يهددها الذكاء الاصطناعي او يحل مكانه. هي اصلا نحن اذا بنفكر بهالعشر سنين في كثير مهن تغيرت، مثل ما هلا قلتوا بالمقدمه، في كثير اشياء كنتي تستعمليها او مهن كانت تمارس واندثرت بس ببطء. الفرق انه هلا جايين على تغيير سريع، في مهن يعني خلال سنوات قليله رح نبطل نلاقيها. في شيء اسمه تشات جي بي تي اللي هو الذكاء الصناعي، هلا كل الناس عم تبلش تحطه على الموبايلات او على الكمبيوترات بالشغل. انا مثلا بشتغل غير كشغل اداره موارد بشريه، بعمل كونسلتنج، بعمل استشارات لشركات. فبالعاده لما بنشتغل هذا الشغل بدنا فريق كبير وبناخذ وقت طويل. لما اشتغلته لشركات معينه وكان عندي تشات جي بي تي، اول شيء خففنا عدد التوظيف. يعني مبدئيا اذا ما قلنا اندثرت مهن، حيقل عدد الناس اللي موجودين بهذه المهن. يعني اذا كان فريق الموارد البشريه لازم يكون 10 اشخاص، مع وجود الذكاء الاصطناعي حتصير الشركات
تكتفي بثلاث أو أربعة موظفين مثلاً. يعني كنا نقول لكل 30 شخص بدهم واحد بالموارد البشرية مثلاً، هلأ حيصيروا لكل 100 شخص يمكن واحد. فمبدئياً إذا تمت نفس فرص العمل موجودة رح يقل عدد التوظيف بهذه المهن، فحيقل عدد الطلب عليها. وفي مهن تانية رح تقل. يعني أحد الأشياء اللي استعملناها على تشات جي بي تي إنه كنا بدنا نترجم السياسات والإجراءات للغة الإنجليزية بشكل دقيق، فأجينا قلنا بدنا نحكي مع ترجمان محلف مثلاً، وطلبنا منه يسعروا لنا مكاتب الترجمة بالدمشق، طلبوا 10 ملايين وشهر شغل. جينا أخذنا هالمادة باللغة العربية حطيناها على تشات جي بي تي، خلال 4 أيام مجاناً ترجمت للغة الإنجليزية بدقة شديدة وما دفعنا ولا ليرة. معناتها بدنا ننبه هلأ الترجمان المحلف اللي عم يسمعنا تمام إنه هاي المهنة رايحة على الأفول، لأنه بالنهاية صار فيكي بكبسة زر تترجمي أي نص بدك إياه لأي لغة بدك إياها بدون أخطاء إملائية أو قواعد. البنوك مثلاً كلياتكم بلشتوا تشوفوا على الإعلانات الطرقية قديش عم يركزوا البنوك على موضوع الخدمات الإلكترونية وعلى موقع البنك الإلكتروني، وإنه أنت صار فيكي تعملي تحويل وتدفعي فاتورة التليفون، وحتى الحكومة السورية عم تمشي باتجاه الأتمتة، حتى دفع فواتير الأرضي والكهرباء حيصير كله عن طريق البنوك. معناتها أنت كل القوات اللي كنتي تروحي لعندها تاخدي المصاري بإيدك وتدفعي ما عاد حيكون إلى داعي. الدور الطويل على سيريتيل وامتيان اللي كان للدفع الكاش رح يختفي. معناتها أنت بكبسة زر رح نضطر كلنا نفتح حسابات بالبنوك وحندفع عن طريق الكاش، مو عن طريق الكاش، عن طريق التليفون مثل ما قلتي، عن طريق الموبايل. معناتها في كتير وظائف كانت هي عم تعتمد على أنك أنت تروحي لعندها تدفعي فاتورة كهرباء ومي وتليفون وموبايل، رح تروح هاي الوظائف. وإذا ما راحت 100% إذا كان أعدادهم بالمئات حيصير أعدادهم بالعشرات. كنتي إذا بدك تحولي من حساب لحساب بدك تروحي على البنك تعملي هالحوالة. هلأ صار فيكي أنتي وقاعدة بالمطعم تحولي لرفيقتك من حسابك أو تدفعي فاتورة المطعم عن طريق التليفون. معناتها كمان عدد الموظفين المسؤولين عن التحويل بالفروع البنوك رح يقل، عدد الموظفين المسؤولين بالبنوك انه يسلموك الكاش بايدك كمان رح يقل. نفس الشيء موظفين المحاسبه اللي بالمطاعم اللي كان بده يستلم الكاش ويعده وياخده على البنك ليوضعه بحساب صاحب المطعم، هذا كمان بده يروح لانه هذا صار عم ينزل المصاري اوتوماتيك بحساب صاحب المطعم والضريبه بتنخصم منه اوتوماتيك. ففي كثير وظائف رح تقل، معناتها عدد الموظفين بالبنوك رح يقل، توزيعتهم بالبنوك رح تقل، العدادات اللي كلياتنا اشتريناها بكل محلات سوريا نتيجه التضخم اللي صار، انت بتفوتي عند الحلاق النسائي او حتى الكازيه بتلاقي عنده عداده، رح يجي وقت يرجع هالعداده ما يستعملها لانه انت حتمرقي كرتك على المكنه او موبايلك. معناتها اللي اشترى العدادات وباعهم بده يلاقي شيء ثاني يشتري ويبيعه لانه حيقل استخدام العدادات يرجع بسوريا. واللي كان موظف واحد اضافي بالكازيه لانه بده يعد المصاري ويرزمهم وينقلهم على البنك كمان ما له شغل. فنحن عم نحكي تصوري بس على قنوات الدفع الالكتروني، تخيلي عدد الناس يلي بدهم يكونوا خارج العمل او يتغيروا، يعني تغيروا وظائفهم. بالتلفزيونات انتم بتعرفوا هلا بالذكاء الاصطناعي بتعملي معركه كامله، بتعملي بتحطي بتغيري الوش مثلا، طريقه الانتاج تغيرت، معناتها نحن الكومبارس قل، المواصلات اللي بدنا اياها لننقل العدد ونعمل معركه حقيقيه قل، تكاليف الانتاج اختلفت، معناتها صارت تكاليف الانتاج السينمائي او التلفزيوني بتصب اكثر بالارتفيشال انتليجنت بالذكاء الاصطناعي، صار بدهن عالم اضافه طبعا للممثل والمونتاج والمونتير والمخرج والصوت، صار بدهن عالم يكونوا اشطر بشو بالاي تي. يعني على هالحاله استاذه كنا رح نقعد بالبيت لا صفي بلا لا شغل. لا ابدا. يعني قديش هو مهم اليوم وقديش عم يساعد بالاستهلاك البشري وقد ايه كم هايدي في مثلك حلوه ولا عفاف وقاعدين وجميلات وعم يحكوا وعندهم التاتش الانساني والقعده الحلوه والحديث اللائق ويقدروا يوصلوا المسج بطريقه انسانيه.
بدهم يروحوا غالبيه المذيعين، بس رح يتم في اوبرا وينفري، ورح يتم في باسم يوسف، ورح يتم رح يضل اللي ما في نسخة ثانية من النخبه، حيتموا النخبه يلي عندهم ادد فاليو، اللي عندهم قيمه مضافه تعلي قيمتهم السوقيه، حتى يكون ما يفكر صاحب العمل انه بتقدر انا احط الروبوت يحكي بداله نفس الرساله. فنحن بدنا تنفي لنا اعمال، بس بدنا نكون متميزين بهذا العمل لحتى نضاين، او بدنا نندار لندور على اختصاصات اخرى حتكون اكثر طلبا. وما بدنا بقى نفكر مثل ما اهالينا كلهم كانوا يقولوا لنا كلنا دكاتره وصيادله ومهندسين، لا، البلد بحاجه لعمل فني مثل بسام كوسا وحاتم علي وغيره وغيراته، وبحاجه لعمل يدوي مهني مثل ما كل اوروبا بتشوفوا هلا التركيز دائما على الحداد والطيان والنجار والاشياء اللي فيها هيومن تاتش. يعني ممكن الروبوت بكره يصير محل الدكتور او يعمل عمليه جراحيه؟ اكيد رح يصير يعمل عمليه اكيد جراحية. رح يكون بدال الدكتور، بس ما رح يكون بدال الدكتور الاعصاب الدماغ المتميز يلي بده يشوف في شيء طفره ما لا ثاني، بس اكيد بيعمل سكان للجسم وبيقدر يعرف شو الامراض المستقبليه التصوريه اللي معك، وبيقدر يعطيكي الدواء، وعم يحطوا معادلات بيقدر يعرف كيف بيعطيكي ادويه يلي تطول عمرك، او حتى يحطوا معادلات تصوروا على الذكاء الاصطناعي يقولوا نقص عمر الانسان ناقص 40 سنه يطلع اسلحه دمار شامل واسلحه كيماويه. موضوع كثير طيب عميق. معقول في مهن اليوم ما بيأثر عليها الذكاء الاصطناعي؟ ممكن ليكي لسه 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 يعني بسموها تو ايرلي تو جادج، كثير بكير نقدر نحكم صحيح مين فينا حيكون ما يتاثر، بس اللي بدي اقول لك يا انه كلنا رح نتاثر بشكل او باخر، والشاطر فينا يلي بيعلي مهاراته الانسانيه والحياتيه ليتميز عن الاله صحيح، ليقدر يكون عنده قيمه مضافه ودائما يكون بحاله تطور ذاتي، واللي هو لازم يكون حتى لو ما عندنا ذكاء اصطناعي، انه انت دائما تتعلمي شيء جديد وتكوني مرنه. وهلا على موضوع مواقع التواصل الاجتماعي والشغل اونلاين، نص السوريين بيشتغلوا كثير مع شركات برا، نحن ما لازم حتى نفكر بسوق العمل فقط في سوريا، الشباب والصبايا يلي هلا عم يدرسوا او لساتهم ببداياتهم بسوق العمل، لازم يطلعوا عالميا شو مطلوب، لانه صار ممكن يشتغل من اوضه نومه واوضه قعدته عن طريق الانترنت بدون ما يسافر حتى لهالبلد او يكون عنده باسبور اخر او جنسيه. فنحن بدنا مو بس نفكر انه نطور مهاراتنا، بدنا نطور مهاراتنا، بدنا نشتغل على شخصيتنا، وقعنا، الكاريزما تبعنا، حضورنا الانساني، لانه هذا اللي ما بيقدروا يقلدوا لنا اياه، وانه فاتت مثلا عفاف او هايدي على وقعه، لما بتقول الرساله بصوتها بتشد الجمهور وبيعلى الريتنج تبع الاستماع، فمعناتها نحن بحاجه لهذا الشخص ليكون متواجد وهو متميز عن الاله. رح يصير في الات حتى مو بس تعمل عمليات جراحيه، تعمر بنايات كامله بدون اخطاء هندسية، بس لسه بدهم المهندسين اللي مثل زها حديد واللي بنسمع عنهم ليعملوا الديكور الجميل المتميز وتجي الآلة تساوي. فما لسه بنقدر نعرف حجم التأثير، بس نحن طول ما عم نطور حالنا منحاول نحمي حالنا ونكون دائما مطلوبين بسوق العمل، ومو ضروري السوق المحلية. يعني كمان استاذي خلينا هيك نضل شوي ضمن سوريا ونعرف اليوم قديش العالم متفاعله مع هذا الموضوع، وقديش هذا الموضوع نحن قراب او بعاد عن تطبيقه اليوم بسوريا. انا شايفه انه الوعي لسه تجاه الموضوع يعني اقل من المفروض، وبقدر كثير لانه همومنا اليوميه ما بتسمح لنا اليوم نتطلع على شيء ابعد من الهم اليومي تبعنا، يعني ما لنا بحالة استرخاء اقتصادي وسياسي لنقدر نتطلع على شيء أبعد، بس نحن اليوم موجودين لننبه أنه لو نحن مفكرينه بعيد عن سوريا هو كتير قريب، هو قريب مثل لما كان في موبايل ببيروت والأردن وما كان في موبايل بالشام، بقرار صار في موبايل بالشام وصرنا مثل بعضنا تمام. فلازم نحن نعرف انه نحن مفكرين حالنا بعاد، بس نحن اقرب مما نتخيل، انه ما عاد نقدر نحمي حالنا اصلا من هالهجمه، وهالهجمه فيها اشياء ايجابيه، يعني هي مو هي فيها كلها سلبيات، هي فيها انتاجيه، فيها برودكتيفيتي، فيها دقه في العمل، فيها سرعه، فيها توفير. فلا، الشباب السوري لازم يتوعوا
انه يقروا عن هالموضوع. في كثير مواقع عم تحكي عنها، في كثير بودكاست عربي عم يضوي عليها، وعم يضوي عليها من وجهة نظر العالم العربي خلينا نقول. فلا لازم ننتبه لها، ولساتنا ما لنا مقدرين قديشها قريبة. تمام استاذه شيرين، حضرتك اختصاصيه بعلم الموارد البشريه، خلينا نحكي اكثر، اليوم بيكون في كورسات او دورات تدريبيه لحتى يمكن يكون في ضوء اكثر على الذكاء الاصطناعي، على مخاطره، على ايجابياته، خبرينا اكثر عن الموضوع. الحقيقه نحن يعني من خبرتي بالقطاع البنوك اللي هو الجزء الاكبر من الكارير تبعي كان بالموارد البشريه، البنك المركزي مشكور كثير مهتم بهالموضوع، كنا نحن بسكتر الأتمتة شيء مهم. والبنك أصلاً شو هو؟ هو كور بانكينج بسموه، هو سيستم، يعني هو نظام بنكي كمبيوتر، البنك بالنهاية هو صحيح. كمبيوتر. فالبنك المركزي كجهة رقابية بقول لك إنه كتير مهتم بالموضوع، وعم يصير دورات توعية على موضوع الذكاء الاصطناعي، ومن فترة قصيرة صار شيء خاص بقطاع البنوك، وندعينا كلياتنا وبعتنا كل من له بصلة بقطاع البنوك اللي بيشتغل بموضوع الأتمتة أو الخدمات الإلكترونية، وتصوري شباب من العباقرة تبع المعلوماتية رجعوا مبهورين بالدورة ومرعوبين، وهن عم يشتغلوا بأعلى سكتر اللي هو البانكينج وبالآي تي يعني باختصاصهم، ورجعوا متفاجئين بحجم اللي شافوه. ففي عم تصير دورات بسوريا، عم بحكي أنا بقطاع البنوك. وهلأ لازم نحن نوجه رسالة لك، أنا شفتي فترة كتير كنت أشتغل بالتدريب، لازم كل مراكز التدريب بسوريا تبلش تضوي على هاي النقطة، وتعمل ورشات عمل للنقاش ولتطوير فكرة كيف نتعرف على شو هو الذكاء الاصطناعي، وكيف مبدئياً قبل ما نخاف منه كيف نستفيد منه لنطور حالنا ولنطور مهاراتنا ولنعلي إنتاجيتنا بالعمل. خلينا نوقف هون أستاذة، يعني ولو حتى بشكل سريع ومختصر، كيف ممكن اليوم من خلال هاي الورشات ممكن بطرق مبسطة ولا معقدة تشرح أو توصل الرسالة إنه نحن كيف نتعامل مع الذكاء الاصطناعي اليوم، بحيث إنه نضل نحن متطورين بنفس الوقت وما يشكل خطر على حياتنا المهنية أو العملية؟ لكي حأحكي من تجربتي الشخصية بالموارد البشرية، لما اشتغلت مثل ما قلت لكم موضوع إعادة هيكلة شركات، هي بدك تعملي لهم سياسات وإجراءات، وبدك تعملي توصيف وظيفي بيسموه لكل الوظائف، وبدك تعملي هيكل تنظيمي، وبدك تعملي دراسة رتب ورواتب واوا. بدال ما نقعد نحن كنا الحالة الاعتيادية شو بدي أقعد جنب مثلا أمين الصندوق أو المحاسب وقول له اكتب لي شو بتشتغل كل النهار، ويكتب لي، وبعدين أقعد مع مديره المباشر واكتب، وبعدين نزلهم على وورد ودققهم، وارجع تدور على فورم أنا أو اخترع أنا يعني طريقة معينة لترتيب المعلومات، وشوف بعدين بدي اطرحها على كذا مدير ليدقق ورانا، ونشوف قديش مطابقه لارض الواقع انه هو فعلا هيك بيشتغل. هلا احنا فتنا على تشات جي بي تي، كتبنا له توصيف وظيفي لمحاسب في شركه مثلا انتاج سيرامائي، طلع صحيح نقطه طبعنا، حطينا عليه لوجو الشركه صدقا، يعني ما كان جهدنا، اخذنا قعدنا الزلمه قلنا له اقرا دقق معنا بعشر دقائق انت شو بتشتغل، ونضيف جمله من قيم جمله، طلع التوصيف الوظيفي. فقدرنا نعمل توصيف وظيفي اكثر دقه وبسرعه كثير، وصاحب العمل كان كثير سعيد، وبدال ما يسلمنا شركه صارت الشركه اللي بدها تاخذ 3 اشهر اخذت معنا شهر، وصار يسلمنا الشركه الثانيه والثالثه والرابعه. فنحن بنقدر صرنا نكتب الاسئله اللي بدنا اياها، بيجاوبنا التشات جي بي تي، بنسكب خبرتنا عليها، بنحطها عليها طابع السوق السورية، ومنقعد مع الناس أصحاب الخبرة لنعمل لها الفورم النهائي، ومنعمل إنتاجية أحلى بدقة أكثر وبسرعة. تمام، حكينا عن تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، خلينا نحكي كمان عن فكرة لجانب هذا الموضوع، قد ممكن يأثر الذكاء الاصطناعي على قطاع التعليم؟ اليوم بتلاقي نسبة كبيرة من طلاب الجامعات أو المدارس بتعتمد على هذا الموضوع، هل المعلومات اللي عم يعتمدوا عليها عم تكون فعلا صحيحة ونحن قادرين إنه نعتمد عليها، أم لا إحنا لازم نبعد عن العشوائية ونتأكد دائما من المعلومات اللي عم ناخدها؟ أنا برأيي رح يجي وقت تشوفي إنه كلمة PhD ودكتوراه وماجستير ما عادت حتكون مهمة، وحيجي وقت أنا عكس اللي قلتي تمام إنه التعليم الذاتي هو المستقبل،
وانت هلا على تليفونك، مين كان فينا يتخيل انه بتكوني قاعده عم تشربي قهوه مثلا مع رفقاتك بتقوم متراهن شو مساحه البلد الفلاني او تعداد سكانها او هي وين بتقع؟ بدال ما نفتح انسايكلوبيديا او موسوعه علميه او ندق لحدا بنعرفه بتكبسي بزر دقيقتين وبتجيكي المعلومه على جوجل. تمام، فتصوري على شيء عم يقول لك انه هلا لساته بالفيرجن الرابعه الذكاء الاصطناعي الاي كيو تبعه مستوى الذكاء تبعه 1.6 واينشتاين اللي هو اذكى اشخاص كان بالعالم 1.5، فما في مجال نشكك بدقه المعلومه. جايينا معلومات بضخامه بدقه، جامعه كل جامعات سوريا وجامعات الكره الارضيه ومكاتبها بكبسه زر. فرح يجي وقت ما عاد في داعي الحقيقه حيكون للجامعات الطويله مثل ما حاولوا يرجونا بكوفيد بالكورونا عود بالبيت وتعلم اونلاين. هي تجربه، رح يجي وقت نقعد بالبيت ونقدر نتعلم اونلاين وندرس اونلاين ونفحص اونلاين، وما في داعي نقضي 7-8 سنين لنحصل على المعلومه. حنرجع نشتغل الشيء اللي كنا نفكر فيه انه نحن ما له مهم، المعاهد التقنيه كانت بسوريا اللي بعد التاسع او بعد البكالوريا يلي انت بتركزي على شيء مهارات تقنيه يلي هي اللي بتهمك لاداء عملك وبتكفيكي وفيك تبحري بعدها لحالك. استاذه بشكل سريع، يعني جميع الاختصاصات اليوم فيها تنضم لورشات تعليم الموارد البشريه وتطوير مهاراتها؟ كل الاختصاصات، كل الاختصاصات لازم تحكي تعمل شيء عن الذكاء الاصطناعي وتقرا عنه وتبحر فيه. تمام. واللي ببلش هلا اليوم بيسبق اقرانه وعنده فرصه كم سنه لسه يعلى بالكارير بدل ما ينزل لانه بيكون سابق اقرانه فيه. اكيد. بالختام بدنا نشكرك كثير الاستاذه شيرين قسومه اختصاصيه بعلم الموارد البشريه، شكرا لك ولكلامك ولوجودك الحلو معنا لليوم. اهلا وسهلا. شكرا لك استاذه شيرين ونورتي اول مره، وان شاء الله هيك على طول مستضيفك ومستفيد من المعلومات. شكرا لكم، صباح الخير. اهلا وسهلا.